المهم اخي سيمو بلا ما نبقاو داوين بزاف. السلام عليكم بعدا هي الاولى ورا دويتي بعد عاد السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم بعدا هي الاولى ثانيا بلا ما تقادك بلا ما نطول لوكو ديالك اليوم جايب لك فيلم قاصر. اه مي لونج ما بين فيلم قاصر ياك تيك توك العالم الازرق لا روتيني اليومي والعالم الاصفر تاعي. ايوا هي قول لي شوف قول لي هي اونسومبل شوف هي دخلت لي مثل في هذا الفيلم اونسومبل. اسمع العنوان ديال الفيلم. هذا الفيلم شنو؟ الخيانه الزوجيه. خيانه الزوجيه مع مول البوطات. مع مول البوطات ولدي طلع البوطه كيطلع معاه بوطه يهبط معاه جوج بوطات. نشوفوا البوطه واش جابوها ناضيه نقيه ولا لا. يلا سير على الله. لا سيطار ما فيها سخان. جيب لي دولي بران. نجيب لك مادماغ دولي بران هذيك ديال الراس. ويلي 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 تنقول لك البوطات ملاحين اخي بش على نص كي داير وكتايت مش عاد ملحان تصايب لي نص في الطون الحرر زويتينين تديما الطون والنظر ديما النص اخي النص ما قول تخب زاس عمي فيها جوج نصاص. لا لا تبغى انا عن نص الله يحبك. ايه وانا ما داك الشماته. واش تاهي راه بالروج ولا من المرات تبقى تقول راجل شماته؟ عرف ما بقى تا وزه. شوف هي في العلاقه الزوجيه في الاول كتكون حبيبه كبيده وفي الاخر تولي شماته. في الاخر كتولي بينها وبين صحاباتها وبينها وبين امها كتولي نتاع الكلب شماته. ماشي راجل وجه اللفت القرعه. كاين شي جديد؟ ايه ايوا صافي الا كان شي حاجه عيط ليا في التليفون. لا قالت لي لا شتي لنا شي بياس جيبيه لينا ما فيها مطنون. الله عطنون صافي على سداني كي داير الصالون ومجموع وفايونس فهمتي ومقاد وفايونس وديك الشيء ملمط مزير وحق الله اوتي وشوف نظافه من الايمان. شوف مول الكاميرا منقرط مول الكاميرا ضرب يدير بوزيسيون تيهبط الكاميرا لتحت. شوف راه هي اللي كاتبه السيناريو. لا نيشان قالت له شوف لا ما ركزتيش على السدادر. لا والو غنبدلك صافي ضروري حيت هي عتبدل السدادر. هي بس زوينه دابا الافلام القصيره كتكون عا بنت ومع الكاميرا مان وديك اللي مثل صافي ضروري كيساليو الفيلم تيلعب. وا 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 نطلع اليوم باهي دغيا نزيد رجليها فوق فوق السدادر دقدقة عيانة حيت كانت تصبن وداك الشيء طالعة في الدروج هباطة طالعة هباطة عيات. باغي كيفاش تنعس واش من نيتك؟ شوف العشرة ما كاينش نعس نوصيكم ما عندك وتنعس. شوف نعستي ضعتي. المهم تجوج ولا تكون المهم دبر راسك. شوف هذيك العلاقة شنو بها ما تنعش تكون كي قرض أزرق. يا لا مسهل لا نيشان ومن يدك اصحابي تنعس وسدادر شوف كسلين تمايعين والله حشوم وحق لما نفرش هي داك الشيء ملمطه مزيان والله انا ما نعس بالله انا نبقى ندير كي القرضين نبدا من الباب انا اين من الباب انا من الزنقه من الباب نبدا نجمع انا من الزنقه انا تنهبط كيف عارف البارح ما جبتيش للدار. المهم جرى شي تقضي واحد الشغيل كدي ما عندك الشغالات ومن تجي خصك تاكل وتنعس. تدفع لي دابا تدفع لي الباكيت انت ديما في الدار الدار عنده 100 وحق الله بارك فيك. سير مشكلة مع خينا والله تا مشكلة فين ما يجي خصو ينعس مابقاش نعس خصو يجي يخدم مضيعة حشومة ديما كاينش يومين ثلاث ايام يكبر وهذا يجي خصو ياكل ويعس. هي يومين ثلاث ايام تيكبر تضرب في خاطر تقول لي ضيع بو ضيعني ضيع لي رزقي فقس فقصني فقصني. نيشان ايه انا ما كاينش اللي مبدع في الافلام قد الكاميرا وحق الله دير لينا مول المخرج سوي كلاس. يا ربي تعطيني شي صبر امين شي اللي دارت معاك البرايا لا لا بس وقلت لك اللي عطيني الصبر عانوض سير في حالك مين تعرف انه مول البوطا يطلع قاعد في التحيات الجاكيطه نوض صحيح تصيح يا كيفاش قال فقصني دابا ما بقى عاد يقولوا انا عنغت خلي البابا يريلاكس خلاص شوف واش غيدير شي حاجه واش عاد قاعد للضامير ولا والو شنو
باش تمر بزاف فهمتيني الموضوع ماشي ديال دابا فهمتيني نتا البارح ماشي ديال دابا والبارح ما غادي تزوجت بيك كنتي مزيان تبدل قبل الزواج كان سيد مزيان هذا شو هي اللي تزوج ربط العجله كتكون ليفل عندك طالع لا صافي هي شوف في الحرام تخدم مزيان لا هو برا وجه حيت علاش في الحرام تبقى تشوف مره مره اما في الحلال ديما حداك الزبيب والطمر تدقلب تضرك الراس ما تبقاش دير توزع بعد مرور يوم نهار مشى هو الخدم جاي صيفط لها مور الفوطه هاي صيفط لها يقول لها صايب ليها البوطه صافي هو قال لي شو طلع معك شي بوطه للمدام المدام راه تقادات لي على الطاجين قرب يطحرك دابا انا مثلا ساكن انا ومرتي بوحدنا عنقول لمو البوطه طلع لمرتي البوطه من نيته هو عم شي بحال ديال الخدمه أيه. بربي لاحط رجلو تما واخا يكون دري عا صغير عنده 16 عام ولا دخل واخا طلع لي عش مع طيب بيه طلعت شوي ودارت بولا القدام باش يضوي مزيان حط عليها هذا هاي صندوق واه شريف واخونا هذا دخل يضايف لا لا هاني ماشي مشكل هذا راه يركب بوطه يمشي بحاله واه يكون على جيرانهم عادي يكون بحال خوها سيتيست يضرب بحال كبل بريكه يشوف شي واش يمشي فرقع واش هو عطاك البوطه ولا كيفاش الفيلم؟ هو عطاني بيس عند المراه تلقى في الطرح تاع البوطه. دابا شوف ماشي شوف العيب العيب ماشي على مول البوطه هو اللي عطاها لي لا بصح هو بصح ما راجل ما توزع علاش يعطيه هذه؟ شي حاجه مرحبا يعني شوفي عندك روبيني مخسر لافابو ودي تخدم اي حاجه المهم بولا مراكبش مزيان صايبه لك التلفازه ديال الطبسي اللي صايب لك بارابو موجود سي صغير كيف يدير بعدا في ما يدير باقي سنه الحليب صافي سيد هي البوطه تقيد هذا هي الدخل هذيك ما متعدش والله ما يمحلكش ما تمحنش اخويا مرحبا واش تكون سيري ياسين السيد موجود عمر دابا البوطه الصباح في العشيه باش يشوف الطاجين واش طاب ولا لا زمان ضرب الحديد ما حد سخو نيشان ما حد يصر يعني اي ما حد طالع فيه العافيه ضروري يشوف الطاجين واش هو هذا ياسين دوز عندك ليش؟ لما كان سراجنا. أيه. اللي الدريري ناضي. توا جاي نيشان. شو؟ خونا مسربس. لا مسربس قال لما كانش عندك راجل جاي. شو؟ إن شاء الله. هي عطها الله فيه بعمر. أي بس وعيش الله فيه مؤهلات. شو؟ والله عصف يعني تكلم زين يكون تهلو ما بين فهمتي؟ ما بين فردين. ما بين فردين. وأنت والذكر. أي دابا أنا ممكن تهلو في بعضيات. واش تنتهلاو بعدين؟ مالك اخي تتكون عندك فلوس تسلف عليه تسلف عليه سلف بيناتنا ولكن هذا الشيء فيه معطى وانا تهضر لك على التهلو هو التهلو هي راه تعطيه وهو يعطيها ان شاء الله وانا ما كانش مشموته ديالي يا 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 قربت تقول لي الا ما كانش البلانطو ديالي اجي دوز عليه تحشومه والله لا لا بصح لا شوف احسن ما بقاش كيتفاهم يطلق نيشان صافي دبر على راسك ما تخونيش حشومه الخيانه راه خايب الو وي زين صافا يلا المخرج هذا هذا شنو ضروري يهبط لا تهبط برا انا جيت نقول لك ما جيتش لا صافي انت تعني بك نيشان نيشان ويلي بحال دابا الطوموبيل تجيب باش داير نيشان تجيبها خاصه تقول لك مول الكراج ميكانيسي دخلها عندي صايب لك الموطور شو راه كاينه واحد حتى سلل حتى سلل ما شافوش زيد 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 لا واحد المرة والله مو هذا هي مو هذا هي اللي تقول لها شدي هذيك تشد العدال لا حاضية عليهم ايه خذ 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 يلا سد البيت نص ساعة هذا نص ساعة الحمد لله الحمد لله هذا ما داش خويا كانوا 10 دقائق لا 10 هذا نص ساعة هذا هو المنطق نص ساعة هذا صافي ما عاد فرطتش فيه لا هو تتصنط انت ودني كيسلوقي ادخل في اللينا واحد تسلو الاخر قباط عاوتاني شي بلان واحد تسلو الاخر واحد خونا جالس ما عرفناش شنو يدير زيد 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 زيد
زيد مراه واش هذيك ديما هذيك هي تتقيد ليهم عارفين ما يماركي شي بيتي شي يقول لها جول تتقيد واحد صغير تتقى هذا تضحك كاين شي واحد يدير سمع ويلي ويلي الفقصه هاد الافلام حق الله تيدير فاو تيضحك تا هو الاخر كيك الاخر حاضر هادي تيسحبني عايز طلع الطراف المهم العشره نديرو شي ابوني ولايك وما تنساوش المهم الا عجبكم الفيديو ديروا لايك المهم تهلاو في راسكم.